بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نستعين. مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء في كل مكان إنما كنتم، انطلاقة موفقة مع شوط اللقاء الجعدان. هذه النتيجة ومع المركز الأول وصدارة هذا الشوط اللي ينطلق الأرقب راشد بن سليمان المسكري مع المركز الأول. المركز الثاني من يتواجد هناك أيضا كفو مع المركز الثاني، سالم بن عبد الله العمري مع المركز الثاني. المركز الثالث من يتواجد مع ثالث المراكز هناك بشعار حميد بن سالم المالكي بقيادة مشكور من ينطلق على المركز الثالث. والمركز الرابع هنا مع الأسماء على رابع المراكز، وانطلقت إلى أسماء المتواجدة شاهين خالد بن محمد بن الرض الوهيبي المنطلق على رابع المراكز. خامس المراكز من يتواجد شاهين حمد بن عبد الله المالكي لينطلق في هذه اللحظات نحو المركز ايضا الرابع. وخامس المراكز سادسا هنا من يتواجد ايضا سادس المراكز الفارس سعيد بن عبد الله المشايخي من ينطلق في هذه اللحظات. هذه النتيجة وهذا هو النداء الجميل والنداء المميز نحو المراكزنا الستة الأولى، المندفعين نحو المراكز الأولى. يا سلام الانطلاقة هناك ما شاء الله، شوف هذه الاندفاعات الجميلة والاندفاعات المميزة هنا. الكل بدأ ينطلق مع المركز إلى مركز، تحدي ثروة تحدي. يا سلام الأرقب نحو المركز الأول راشد بن سليمان المسكري ينطلق مع الأرقب على المركز الأول في هذه اللحظات. المركز الثاني يتواجد مشكور حميد بن سالم المالكي مع مشكور. المركز الثالث كفو على ثالث المراكز سالم بن عبد الله العمري مع المركز الثالث. والمركز الرابع شوف رابع المراكز، يا سلام هل هناك من الأسماء القادمة؟ يا سلام قادما والمنطلق شاهين خالد بن محمد بن الرضة الوهيبي على رابع المراكز. خامس المراكز وصل شاهين حمد بن عبد الله المالكي القادم في هذه اللحظات والمنطلق. يا سلام المركز ايضا الخامس، شوف هذه النتيجة. اول مركز السادس منهي غدير بن خيره العامري. هذه ستة مراكزنا الاولى المنطلقة. يا سلام التحدي الجميل والتحدي المثير هنا مع المركز الاول. يا سلام الانطلاقات نحو المراكز الاولى. المنطلق الارقب راشد بن سليمان المسكري قادما نحو الصدارة نحو المراكز الاولى هنا مع ان يتقدم مع المتقدمون. المركز الثاني مشكور حميد بن سالم المالكي، هذا هو مشكور اللي يتقدم الخطير بالفعل هنا في هذا الانطلاقة. المركز الثالث ثالث المراكز كفو سالم بن عبد الله العمري قادما في هذه اللحظات ومنطلقا هنا مع المركز ايضا الرابع. المركز الخامس وصل شاهين خالد بن محمد بن الرضة الوهيبي قادما على المركز ايضا الخامس. المركز السادس خامسا او خامسا نعم هناك القادم شاهين حمد بن عبد الله المالكي. هذه النتيجه، اعود الى المركز الاول الى صداره هذا الشوط الى الانطلاق الجميل. الله شوف هذا التحدي الجميل المثير. يا سلام الله 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 الله, الله. هذه النتيجة وأعود إلى الكيلو متر الأخير، الكيلو متر الأخير يا سلام، كيلو التحدي والإثارة، هنا من يغير مع الصدارة اللي يتقدم شاهين خالد بن محمد بن الرضة الوهيبي من انطلق نحو الصدارة هذا الشوط. يا سلام المركز الثاني ثاني مشكور حميد بن سالم المالكي قادما نحو المركز الثاني. المركز الثالث الأرقب الأرقب من الجانب الآخر والمنطلق في هذه اللحظات ايضا راشد بن سليمان المسكري يتقدم في هذه اللحظات على ثالث المراكز. اعود الى الصداره الى المركز الاول، تحدي الجميل هنا من اجل الانتصار والناموس في هذا الشوط. الله شوف هذه الانطلاقات والتحديات من قبل شاهين خالد بن محمد بن الرضة الوهيبي ما زال في الصداره مشكور نحو المركز الاول، مشكور نحو الصداره، غير مع صداره الشوط انطلق نحو المركز الاول منطلقا بهذا الناموس. الارقم من الجانب الاخر راشد بن سليمان المسكري لكن مشكور. يا سلام يا سلام خطير للقايه صرحت عليه قبل لحظات هناك مع المركز الاول انطلق مشكور ايضا نحو الصداره. يا سلام شوف هذا مشكور المنطلق، تهانينا والناموس لمالك مشكور حميد بن سالم المالكي على انتزاعه لهذا الشوط. يا سلام يا سلام
نهاية ولا أروع ولا أروع تهانينا والناموس لحميد بن سالم المالكي بسجلات الحافلة تحديات المميزة يضيف مع أول أشواط اللقاية. تهانينا والناموس لمالك مشكور حميد بن سالم المالكي المركز الثاني. ثاني المراكز من يتواجد هناك بشعار خالد بن محمد الوهيب، والمركز الثالث الأرقب راشد بن سليمان المسكري 6 ثانية و5 أجزاء من الثاني. تهانينا والناموس.